السلام عليكم، معكم شيخ الشيوخ في تفسير المنامات والكوشمارات. الو، نعم اخي العزيز، تفضل. لا ماشي تفضل جماعة، تفضل هدر. صالون دو تيرا عندنا، هدر. واه ايه واه هيا زاح اخي، زاح اخي، زاح اخي، زاح. السلام عليكم. نعم ماشي هادو الاخر يقول لك باللي راني نم روحي في سيارة فخمة من نوع اللي كان عند الرئيس الأسبق. بصح يقول لك راني كي نجيب الحدوره كي نفريني كل واحد يروح في الخوا. هاد السيد راهي نمروحه في المنام ينوض اللوطو يقلع يجي بريمير دوزيام روازيام وكادريام. كي يجيب الحدوره يطلق بامور، كي يطلق بامور يضرب على الفرا يتلاقاه خاوي يقول لنا يا بوبي يا بوبي الاولى زوجة تانية ما تجيبش. يا يستعمل الفرانة موتر، الفرانة ما والو، لوطو ما تحبش، كرهها دائما في الخوا. وراه يقول باللي في المنام رحت عند الميكانيسيان وقال لي ما فيها والو، شاف البوبا ما فيها لا ريح لا ضوء لا قاض، راه مريقله. دوك يا اخي العزيز هنايا تا غادي نقول لك يا اخي العزيز اللي يقل ميكانيسيا اللي تروح لها في المنام يكون قاري فروسي، باسكو سيارة فخمة ماشي جزائرية، ماشي سيارة إنتاج جزائري. شوف واحد يكون قاري في المنام ميكانيسيا ولا تريسيا في المنام اللي يقل لك هذاك لوبا تاع الفران. وإلا ما كان السي أخي العزيز روح ديها في المنام، دي لها سكانر، دي لها ليزاناليست، دي لها تعيار، دي لها الراديو تاع القلب، شوفها كي بالك سبحان الله بالك خاصها طبيبه، خاصها ميكانيزيا. ها خويا هذوك كي راك في البلاد بديتها عند ميكانيزيا وما كان والو. ها كي باغي ديروا يا اخي العزيز فهمنا كي راك تفريني اسكو راه دير خش ولا دير اخي ولا لا ولا راك ولا راه دير خش. عرب عرب وتلاقيت الكابو مقطع عرب باللي صبعيك راهم خرجوا من كوفيرطا ولا راه دير ولا راك دير خش. ولا راك دير فش ولا راك دير فش وتلاقي تلك ابو مقطع عرب اللي زاي قبل درها على زوج.